نفتتح لقاءنا بالنشيد الوطن. صديق الأديب جون سيلفي منذ عام 1998 إلى اليوم على منح جائزة تحمل اسمه إلى أديب تميزت أعماله بالجودة والإبداع، وها هو اليوم يمنحه إلى الدكتور عصام حداد الذي جمع الناصيتين معا، ناصية الشعر وناصية النثر، وما تعبت اليد وما جف الحب. نحب الدكتور عصام حداد كلمته من صخر عين كفاع التي أعطت الأدب العربي كبيرين الكوري يوسف الحداد معلم جبران خليل جبران في مدرسة الحكمة ومارون عبود. إنه دكتور عصام، إنه من طينة الأدباء الأنقياء المثابرين على الخلق والإبداع، وإنه شجرة وارفة الظلال يتفيأ تحتها الساعون وراء الكلمة المعطرة بالطيب. وفي عمره الأدبي سعى الدكتور عصام حداد إلى الغرف من أطايب المتنبي والبحتري وابن الرومي وأحمد شوقي وجبران خليل جبران والخوري يوسف الحداد وغيرهم من العمالقة في أدبنا العربي الغابر والمعاصر،
وغرف حتى النشوة. ومع الأيام كتب وألف ونشر، ومن مؤلفاته مرايا السماء، من جراح مناجم وأهراء، جداول الفيروز، وإلى مخزون في مكتبته الغنية بما لذ وطاب من المائدة الثقافية، وينتظر الإفراج عنه من لدنه لإسراء المكتبة العربية. عصام حداد صقل الجملة النثرية في التبر، وغرف من معين الضيعة مواضيع عاشها يوما بعد يوم، أو رواها له المعمرون وهو أمامهم آذان صاغية، فنقل الحكايات بأمانة لتبقى مرجعا للجيل الصاعد الذي لم يعد له، الجيل الصاعد الذي لم يعد له مع الأسف أي صلة أو قرابة مع القرية، هذه القرية المكللة بالنعم والفواحة بطيب أقوانها والرابضة على كتف الأحلام، أضحت اليوم بلدة أو مدينة. لقد تغيرت معالمها بعدما غزاها العمران، وأشخاص وافدون من كل حدب وصوت، ومع ذلك يقصد عصام حداد عين كفاح مسقط رأسه، مسقط الرأس صيفا، والأيكة تكون بانتظاره على لهفة وشوق. اسمعوه يصف في أقصوصة الفلاحين، يقول: تتدلى على قسماتهم الملوحة شامات باللور من مقاطر البهاء، السكة في غرز تهل غبارة ورواء وتستحس التراب، المعول المطواع، المعول المطواع، هكذا يقول أستاذ عصام حداد، المعول المطواع مدى مشقة ذنب يستنزل الغمامات ويشذب بهمم معاندة، معاندة والطفيليات بغير عائق، معاندة للطفيليات بغير عائق ولا ملل، ويد السماح تبذل الخير بكل ترابة مع الأمل. انتهى قول الدكتور عصام حداد. رحلته مع النثر المعتق بنبيذ الدهر طويلة، وكذلك رحلته مع الشعر، وقد جاء شعره صادقا، كونه نابعا من فؤاده، كما جاء إنسانيا لأنه منزوع من طبيعته، كما قال الزميل الراحل يوما فاضل سعيد عام. لقد تنوعت عند الدكتور عصام حداد الأبواب الشعرية، فطرقها وهو متكئ على عصا الحب والجمال والفجيعة والزهد والتمرد على الذات والقلق على المصير. معه يقول: كم نسجنا من أمانينا فيالج لنقي الحب والتاريخ من كل الخطايا والمناهج، كم نسجنا من أمانينا فيالج لنقي الحب والتاريخ من كل الخطايا والمناهج. لقد جمع الدكتور عصام حداد، أيها الأخوات والإخوة، لقد جمع الدكتور عصام حداد ناصية النثر وناصية الشعر في يد واحدة، وتلك ميزة الأدباء المبدعين. في النثر كان صاحب أسلوب مكثف على غرار ما جاء به آباؤنا النهضويون، عشاق الأرض أبناء الجمال، كما قال الرئيس الدكتور غالب غانم. لقد جمع الدكتور عصام حداد ناصية النثر وناصية الشعر في يد واحدة، وتلك ميزة الأدباء المبدعين. في النثر
كان صاحب أسلوب مكثف على غرار ما جاء به آباؤنا النهضويون عشاق الأرض أبناء الجمال كما قال الرئيس الدكتور غالب غانم. وفي الشعر كانت له منمنمات وتباريخ وجه، فجاءت قصائده مترفات بالطيب ومثقلة بالآهات معا. فيا أخي الدكتور عصام، غرد ما شئت في أيكة عين كفاع، غرد ما شئت في أيكة عين كفاع، وأسرد مكتبة أدبية على الدوام بجديد معتق من خواب العمر وسلمة يدك. نفاخر أمتي، يا أبناء الكلمة والحرية والإبداع والشرائع، في بلدة الكفير الرابضة في حضن جبل التجلي حرمون، تعلمت من بعض أهلي أنه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وتعلمت من بعضهم الآخر أنه لا إمام لنا إلا العقل، نكتشف به جواهر الحكمة وسر الكلمة التي نهدم بها جبالا من الحقد، أو نبني قلاعا من التآخي، فنمنع التجارة بالدين والدماء، ونحرم عبادة الأشخاص تحريمنا للقتل والطائفية والأفيون. وتعلمت طرح السؤال الأساس، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأسعد بالجواب القاطع أبدا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لهذه الزوادة الفكرية التي ترفع الكلمة إلى المدى الذي تستحق، قدمت من بلدة الكفير، بلدة الأديبة الماجدة أمدي نصر الله، إلى أم الشرائع بيروت، لأتشرف بدخول مقر صاحبة الجلالة من أجل المشاركة في مهرجان تكريمي أقطابه الأديب المكرم الدكتور عصام حداد وبلدته المعطاء عين كفاع، والداعي إلى التكريم الأديب المفكر جان سالمي صاحب الجائزة المخصصة للمبدعين ونقابة الصحافة، الرمز الأكثر ألقاً في وطني، والهامة المرتفعة كما القرنة السوداء، والكلمة القاطعة كما ذو الفقار، والتاريخ الناصع كما المجد، والتضحيات الجسام في مواكب الكرامة والشموخ، والدفاع عن حقوق الإنسان وحريات الشعوب. مفاخر أمتي، في أوائل آذار من العام 2011 المعروف بعام الثورات العربية، شرفني الدكتور عصام حداد بزيارة إلى مكتبي متأبطا مجموعة من كتبه، فأسعدني وأغناني وحملني بعد قراءتها على التحليق بين الأدباء والشعراء وأصحاب الفكر الخلاق وأرباب المواقف الوطنية عبر الزمان والمكان، على أمل مني بتلمس المنزلة التي يستحق بين الأدباء والشعراء. ولا أنسى ما حييت أنه عندما أطل خلت نفسي أني في حضرة الأمير فخر الدين الثاني أقف، فالقامة قامته، والهالة هالته، والهيبة هيبته،
وإيماني بالتقمص شجعني على التمثل بالكبيرين لتأهيل العين. ميخائيل نعيمي وجبران خليل جبران، فصدقت فلسفة الانتقال بالروح من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر، وشعرت فعلا أني انتقلت بلمح البصر من الحازمية في بعبدة إلى عاصمة الإمارة المعنية في الشوف قبل حوالي الأربعة قرون من الآن، وخلت نفسي أني شاهدت الأمير في ديوانه يتداول مع سفيره ومستشاره المطران جوليوس بن مارون الإهدني أمورا خطيرة تتعلق باستقلال الإمارة عن السلطنة العثمانية، وعشت شعورا مختلفا من الرؤى الغامضة في وضوحها والآسرة في دهشتها، إذ عرفت أن الأمير المعني طبق شعار الحرية والإخاء والمساواة بين كل المواطنين قبل الثورة الفرنسية بأكثر من 150 سنة، ورأيت فعلا كنيسة النصارى وجامع المسلمين وخلوة الكروز وكنيسة اليهود في عناق حضاري في دير القمر يصفعنا بترفعه ويلعن تفككنا في مواجهة الصهيونية العالمية، ويلعن اقتتالنا الطائفي والمذهبي عند مفارق التحولات الكبرى، ويلعن كل أنواع التجبر والتكبر والسكر بالقوة والغرور والمشي فوق الأرض هيفا والإكثار من هز السبابات تألها. ولما انتهينا من تبادل التحية وأخذنا مقاعدنا وبدأ ضيفي يقرأ على مسامعي الإهداء الذي سطره على الصفحة الأولى من كتابه من جراحي، أعادني بلحظة من بعقلين ودير القمر إلى كتبي وأوراقي، فأدركت أن الدكتور عصام حداد ابن بجدتها وابن بلجته وابن عاصمته بيروت صاحب التاج أم الشرائع الذي تفردت به بين عواصم الأمم، وأدركت أنه ما وجد إلا ليكون أميراً بالقلم كما كان فخر الدين أميراً بالسيف، وفارساً على صهوات الطروس كما كان فخر الدين فارساً على صهوات الخيول، وأدركت أن ضيفي مدرسة في العشق الصادق والأدب الصافي والمعاناة التي تقطر دماً والثورة على الإقطاع والجهل والطائفية، وهذا لعمري من سنن الكبار في كل عصر وزمان، وأدركت أنه وجد ليكون قطاف ورد من خدود العذارة وسباك جواهر في الشعر والنثر وصاحب سطوة على قلوب أبناء الكلمة من المفكرين والمبدعين، وواحدا من القلة المباركة التي يعتز بها لبنان. وتمنيت في تزاحم هذه الصور أن يكون ضيف صاحب ديوان جداول فيروز الذي أسكرني فيه ذات يوم قبل أن أعرفه برقة شعره ودقة أوزانه وشرود قوافيه، فبلغت الليلة من خمر غزله وشربت الدمع المدمى في كؤوس معاناته، وطرت على أجنحة آهاته باحثا عن سر العبقرية فيه، فالتقيت فوق الغمام بجميل بثينة ونزار قباني ومنصور الرحباني ونجيب جمال الدين يتلون أشعارا من أشعاره ويقولون إن عصام حداد شجرة مثمرة سامقة في دوحتنا وواحد من أساطين الشعر في وطن سعيد عقل والياس أبو شكي والأخطل الصغير، وبدوري رحت أردد معهم من شعره ومن قال
ومن قال إن الهوى يرحم، أما لجراح الهوى بلسم؟ فإن لم تكونيه قولي لمن، فإن لم تكونيه قولي لمن، لمن كل هذا الشذا أنضم؟ حلو حلو. وعلى مقربة من هؤلاء الشعراء رأيت الأدباء مارون عبود وأمين نخلي وفؤاد سليمان وأستاذ جبران خليل جبران الخوري يوسف الحداد يتناوبون بإعجاب وانخطاف وخشوع على قراءة مجموعة من كتب عصام حداد النثرية. فهذا مارون عبود يقف على مشارف عين كفاح تاليا من كتاب مرايا السماء: بلادي بلاد الحكايات، حكايات الأمجاد والمروءات، مرها شهد وجعها هناء، لا يصدأ العز فيها ولا يشيب عمر حتى لو الدهر شاب، اكتفاؤها القهر والحرمان، هزيمتها الانتصار، وأكبادها القراطيس. وبعد هذه التلاوة سمعت أبا محمد مارون يقول: لقد أجاد ابن البلدة عين كفاح وجعلني أنام قرير العين على مستقبل لغة الضاد في وطني مع أمل بعطاءات أكثر. وهذا أمين نخلي يتنقل بين عين دار وعين زحلتة قارئا في كتاب مناجم وأهراء: ذات ليلة مولولة موصولة الأرق، كأنما شدت عيناي إلى النيرات وأوصالي إلى الرباب، هبطت العتمة تلف الرحاب، فبدت ضيعتنا مملكة مترعة بفتون البهاء، كأنما خصت وحدها بالنور السرمدي من محيى الإله. وبدوره سمع ابن الرشيد يقول: أعتقد أن الدكتور عصام حداد مبتل بالغرام كما مجنون ليلى أو كما الأستاذ الكبير ميخائيل نعيمي، وإلا لما استطاع أن يكون موغلا إلى هذا الحد في دقة الوصف لتلك الليلة المولولة التي لم يذق فيها طعم النوم. وهذا هو فؤاد سليمان يتنقل في ساحات الكورة الخضراء ليقرأ بصوت عالٍ من كتاب جمار الخطايا: أنا إرهابي بالقلم، أنا إرهابي بالقلم، لأهز الضمائر العفنة وأهد عروش القياصرة وأرد الضالين إلى الحقيقة والصواب. أنا إرهابي، إذا اجترأت علي بسيفك أو أنشبت في جسمي براثنك أو أهدرت كرامتي أو قامرت بسؤدد وطني فمنعت الماء عن العطش لتعطر بماء الورد كلبك، أو تركت فقيرا من المستشفى لتولد فيه هرتك، أو سرقت مال التلاميذ لتهرقه على ساق إحدى عشيقاتك. وفجأة توقف فؤاد سليمان عن القراءة ليقول: لله درك يا عصام حداد، لقد أعدتني من العام 2011 إلى تاريخ 25 شباط 36، حيث نشرت في مجلة المعرض مقالا قلت فيه تحت عنوان الزعيم: الويل كل الويل لأمتي، إنها تأكل خبزها معجونا بالدمع والدماء، وتشرب خمرها في كؤوس من التراب الأسود، وتقدس ألف وثن مذهب، وتؤله ألف مسك مذنب، وتعبد ألف إله كاذب. وهذا هو الخوري يوسف الحداد يقاطع نظراءه الأدباء ليقول بما يشبه مسك الختام: قرأت كتب نسيبي وقريبي الدكتور عصام حداد، فذكرني بما كتبت ذات يوم تحت عنوان الفتنة والأمير بشير، حيث قلت على لسان الشيخ المجرب حبيب: عودوا يا أولادي عن عزمكم، واهتموا بمواشيكم وأرزاقكم، فالأمير يشير، فالأمير بشير جبار لا يقوى عليه قلب ولا يشتد معه ظهر،
فسأله شاب مثقف: إلى متى نبقى نعاجا؟ فأجاب الشيخ: بعض الحكام مع الشعب كالراعي مع الغنم، يبني الرغوث ليحلبها ثم يسرحها لتدر، ويجس السمينة ليذبحها، ثم يعلف الضعيفة حتى تصير صالحة للذبح فيدفعها إلى الجزار مقابل أموال طائلة، وإلا جرده من الخلعة ليعطيها إلى جزار جديد يتقن الذبح من الوريد إلى الوريد، ويقدر عاليا عطاءات الأمير، ويحسن الأكل من معجنه والضرب بسيفه المغلمس بكل أنواع السمو. مفاخر أمتي إن بان الكوريس الحداد وفؤاد سليمان ينطبق تماما على ما تعيشه الشعوب العربية اليوم في محنتها والربيع، ويذكرنا فعلا بما قاله صاحب الشمائل البيضاء أديبنا المكرم عصام الدح. أما المفاجأة الكبرى في رحلة انخفاض الروحية عبر الزمان والمكان، فقد كانت في 29/10/2011، إذ رأيت أديبنا الكبير ميخائيل نعيمي منتصبا تمثالا أمام جامعة فلتافا الأوكرانية حيث كان يتعلم، رافعا بيمناه كتابه الأشهر مرقاد، وفي يسراه كتاب جداول الفيروز لعصام حداد، ويقوم بمقارنة دقيقة بين حبه لماريا الروسية وحب الدكتور عصام حداد للتي عرفناها دون أن نعرفها، فيقول: إن التي أحبها ابن وطني عصام حداد تشبه في جمالها ماريا الروسية التي أحببت، وأتمنى أن يكون وفيا لحبيبته أكثر مما أنا كنت، فأنا نادم لأني تركتها دون وداع إلى أمير، فاعتقدت أني رجعت إلى لبنان، فأتته على أمل اللقاء بي، وزارت بلدة العالية الجبين بسكنتا، ولما أسقط في يدها لجأت إلى أحد الأديراء، ولم تعد إلى بلادها إلا محطمة الفؤاد مهشمة الكبرياء. ولما أبلغوني الخبر قلت في مذكرات الأرقش: ذبحت حبي بيدي لأنه فوق ما يحتمل جسدي ودون ما تشتاقه روحي. ومن ثم أضاف صديق جبران: وإذا كنت اليوم عاجزا عن المشاركة في تكريم الأديب الدكتور عصام حداد، فإني أخاطبه عن بعد لأقول له: نحن متشابهان في ثلاثة: في حبنا العاصف ومعاناتنا القاتلة، وفي انتمائنا إلى بلدتين ماجدتين في العطاء هما، بلدة بسكنتا التي أنتمي إليها أنا، والتي أعطت عبد الله غانم وأبناءه وأندادهم، وبلدة عين كفاع. وبلدة عين كفاع التي تنتمي إليها أنت، والتي أعطت مارون عبود وأبناءه وأنداده. إن أما تشابهنا الثالث أما تشابهنا الثالث فناشئ عن تكريمنا من قبل عمالقة وليس من قبل دولتنا. أنا كرمت في أوكرانيا بمبادرة كريمة من سفير لبنان الفذ يوسف صدق، وأنت تكرم اليوم بمبادرة من الأديب الفذ جان سيلم. يا فرسان الكلمة، هبوا لي من لدنكم صبرا لأختم كلمتي، فأقول هنيئا لأمتي بمبدعيها، وهنيئا لها بالذين يكتشفون المبدعين ويبذلون المستحيل المستحيل من أجل تكريمه، وأتمنى لها كثيرا من العزة وكثيرا من السيادة المطلقة على أرضها ومواطنيها والمقيمين، وكثيرا من الشجاعة في مواجهة الصعاب
وفي أخذ المبادرة لتكريم العباقرة، وفي اتخاذ القرارات الفاصلة التي تدخلنا التاريخ الكبار كبار. وأتمنى أن يكون شموخها دائما في مستوى شموخ أمهاتنا العشر الخالدات، وأتمنى أن يكون شموخها دائما في مستوى شموخ أمهاتنا العشر الخالدات، أم الشرائع بيروت، وأم الأبجدية جبيل، وأم التحدي في مواجهة الإسكندر صور، وأم العزة الوطنية في مواجهة أسر حدون صيدا، وأم العنفوان طرابلس، وأم العراقة بعلبك، وأم الانتصارات عنجر 1623، وأم الاستقلال بشامون، وأم النبل الوطني بلون الدسروان، وأم العامية والوحدة الوطنية انطلياس. وبعد التمني أقول إن اللبناني الذي لا يستطيع أن يكون ابنا لواحدة من هذه الأمهات الماجدات ليس منا، ليس منا، ليس منا. إن الأديب الذي لا يرفع مدماكا حضاريا واحدا فوق ما بنته أمهاتنا الفريدات يحرم من مجد الكلمة، يحرم من مجد الكلمة، يحرم من مجد الكلمة. إن السياسي الذي لا يعتنق مبادئ واحدة من هذه الأمهات الخالدات لا يستطيع أن يكون ضمير لبنان، لا يستطيع أن يكون ضمير لبنان، لا يستطيع أن يكون ضمير لبنان. عشتم في رفعة هاماتكم، عاش المبدعون مكرمين ومكرمين، وعاش لبنان سيدا حرا عزيزا بين الأمم. التي وصلتنا من كبرها لأنها إلهام نستلهم منها الكلمات الحلوة، في ابتسامتها بعض الفرح، وفي عينيها كل مذاق الأمومة، وفي قلبها كل الإبداع والفن. إليكم الدكتورة إلهام كلاب أسبصار. صوت أردت وقفة وفاء لعهد قديم يا دكتور عصام يا أستاذي، هو دين قديم لن يعفيه الوفاء من صدق ذاته ومن عرفان دائم بجميل زمن ومعرفة وصداقة لم تهنها الأيام مع تباعد اللقاءات ووهن. سأختمك بلغة الذكريات البسيطة أتناوى ببلاغة كلنا إلى معارجها بعد أن امتلكتها ببراعة وعفوية وعمق. لن أتبارى مع جمالات أسلوب نحت ديمومته من رخام ناصع كتماثيل إبريق منثورة للكمال منقاة من كل هبش. سأستعيد معك يا دكتور عصام زمن جبيل في ستينياتها مع أدبائها ومدارسها ومكتباتها ورحابة منطقتها، المنطقة الرائدة الحاضنة لكل فكر رائد، الموحية بكل فكر حر. أستعيد معك تراث أجدادك في قريتها الملهمة، قريتك الملهمة عين كفاء، حيث ينبت الشعر كموهبة طبيعية، وحيث مواقف العز والبطولة والعلم تسري نسغا متواصلا في عائلة الحداد. أستعيد معك زمن مكتبة بيتنا، مكتبة المعلم رفيق، المتمادية ثقافة وشعرا ووحيا وحداثة، والتي وثقت صداقة لم تقوى عليها أبواب جحيم الحروب والغياب. عرفناك أولا شاعرا، وعندما عدت اليوم إلى ديوانك الشعري من جراحي استرجعت عمق الإصغاء والتقدير اللذين ميزا دوما أمسيات شعرك في جبيل. هذه الأمسيات وأنت تصول على منابرها بخفر وهبته لك الطبيعة وبرفعة كللك بها الشعر.
استعدت شعرا يتوهج بالحرارة ويتلوع بالمعاناة، شعرا يشعله الألم وتطيبه الجراح، جراح النفس والوطن والعالم. مرارة الجرح أنا وأنت نحل الجرح بالألم. ألاحق لفظة الجرح التي تكرر ذكرها حوالي 50 مرة في هذا الديوان الصغير، وكأنها القافية المضمرة لكل أبيات القصيدة. وإذ ترتمي القصيدة على صفحات الديوان يتكثف فيها البيت الشعري فيتحول إلى كلمة واحدة، كلمة واحدة تتتالى تتقطر قطرة قطرة مكتنزة على كل سطر دون إضافة أو إسهاب، نقطة حارة كدم أكاد أقول. وعرفناك أديبا ناثرا، نثر يقطف شعرا في كتابي مرايا السماء ومناجم وأهرام. نثر هو تأمل للأشياء اليومية برقة وبحب يسمح لها بالتحول إلى شعر. هو دخول خاشع إلى معبد الطبيعة في القرية اللبنانية، دخول خاشع خشية همس يعكر جو الحلم والتأمل. الذي يعيش في الضيعة كما تقول يعيش مرتين، مرة للأرض ومرة للسماء. يتنفس دكتور عصام نصه برفق وروية وهدوء، لا يستعجل حدثا أو انفعالا بالرغم من انفعاله العميق الذي يجدل أوصاف الطبيعة بارتعاشات النفس. يمر كنسيم رقيق متنقلا بحزن مستوحد تحت ضوء قمر القرى الذي يفضض أحجارها ويكشف عن قلبه بخفر الكبار وأنفة النبلاء. يرسم دكتور عصام القرية كراسم الأيقونة المقدسة، لا يمسك بريشته إلا بعد صلاة وتعبد وتطهر. يرسمها أيقونة كاملة ويطلقها مجنحة ملهمة لخيال القارئ بالرغم من تفاصيلها الدقيقة. هذه التفاصيل أتوقف عندها لأنها تجعل من النص مرجعا أنثروبولوجيا يحفل بالتعابير والأوصاف الدقيقة، إنما بشاعرية محلقة وأدب راق مورن. هي القرية النموذج، القرية الحلم بكل أحداثها وأعيادها وكتحها اليومي، بكل نباتاتها وطيورها ونسائها وعشقها وأحزانها وليها وسهراتها. هي لوحة طبيعية من الوزال والقصعين والبطب والزعرور البري. هي حركة مباركة في فرق الكشك وطبخ التين ودق السعتر وشيل العرق. هي موقع الحياة بين اليوك والكوارة والجرار والتراريح. هي أحداث وطقوس في موسم الأز وسهرات القمر وليلة البربارة والميلاد والدايم ورأس السنة. هي لباس تقليدي من الكمر والكبران وشواش التكروز. وقبل أن ننسى يقول: أمس مات عمي المحنى، أمس وارت ضيعة آخر زي لبناني وتوارت معه الكثيرات من المعاني والمبادئ والحياة. ماتت آخر صدرية مزررة وآخر شروال مقصف وآخر كمر وآخر طربوش خمري ما انحنى إلا لعتبة بيته والعنفوان. يتوق أسلوب دكتور عصام حداد في نثره كما في شعره إلى جمال فرنسي لا يطمئن إلا بالاكتمال. هو قبض مكثف على الجمال والألم معا، عصب مشدود بين حنين وأنفة، توحد بالطبيعة كما تتوحد الجذور بالتراب واللحاء بالشجر. وعرفناك أخيرا وخاصة مربيا وأستاذا من جيل أساتذة لم يكونوا أساتذة بالمهنة بل بالاكتمال. أستاذا دمغ أجيالا متتالية في مدارس جبيل كما في مدرسته الخاصة في أبجديته بمحبة العلم وإتقان اللغة وملاحقة الإبداع. وبالرغم من تفرد كتابين مناجم وأهرى ومرايا السماء بالشاعرية المرهفة والأدب البليغ والمعرفة التراثية، فهما يتميزان بتقديم نص تربوي تحتاجه المدارس اليوم لتعريف تلامذة لبنان إلى جذورهم، لا لتكرار الفولكلوري بل لمتانة في الانتماء وعراقة في الاستيحاء. يا أستاذي، أخبرتني مرارا علانية ولمحا أنك تحتفظ بين أوراقك وبخطوطاتك بمسابقة المدرسية في الصف الابتدائي، ذكرتني غالبا بها وكنت أنا قد نسيت موضوع الإنشاء كما نسيت تمتماتي الأولى على طريق الكتابة. ذكرتني دوما بها بحدب ووقار، ربما
كي أتذكر معنى الاختمار وكي أسعى دوما إلى دوام الشعلة. أيها الأديب الشاعر المربي، هل أستحق اليوم الحصول على هذه الوديعة التي طالب وعدتني بها وقد عتقها الوقت وثمنها الانتظار؟ أيها الأديب الشاعر المربي، أنقل لك اليوم بصوتي شكر أجيال تربت على علمك وعلى قيمك منذ أكثر من نصف قرن، تتمنى لك العمر المديد والصحة المستعادة ووهج العطاء الدائم. نادر أن نجد رجالاً نبلاء كهذا الرجل الذي عرف بالتواضع والمحبة والخدمة. كم نحن بحاجة إلى أهل سياسة كهذا السياسي الذي تنقل من غرفة العمليات وغرف مجلس النواب ليداوي جراحاً وليمسح دموعاً. إنه زهرة البنفسج. إليكم دكتور بيير دكاش. أيها الحفل الكريم، يلا في يوم ليس للرئيس عصام حداد، أيها الحفل الكريم، في يوم ليس ببعيد اتصل لي عبر الهاتف الخليوي الدكتور عصام حداد ليخبرني أن هنال جائزة جون سالي، وطلب إلي أن أشارك في نقل كتابه من جراحي في موعد يعين لاحقا، ووعدني بإرسال نسخة منه، فوافقت دون تردد. لما للدكتور عصام من صداقة ومودة، وما للأستاذ جان سلمي من جدية تستحق التقدير والاحترام. ورحت أتساءل لماذا اختارني المؤلف. في الحقيقة لست أدري، وتجول التساؤلات في خاطري. هل لأنني طبيب جراح أصلح أن أنتج في كتاب موضوعه من جراحي، أم إشادة منه في بمحبتي للغة العربية لغة الأم وهو قمة في الأدب والشعر، أو لأن من جراحي يعالج قضية إنسانية وطنية، وأحب مشكورا أن يشاركني في هذا الهم الذي يقض علي وعليه المجرح. وبدلاً من الاعتذار رحت أقرأ الكتاب وأكرر قراءته حتى أتيت على الأخطاء المطبعية فيه، وكنت أكتشف في كل مرة جديدة يمكنني من التعرف على هذا الشاعر الأديب الثائر والإنساني المجلي. ترى هل أكتفي بنقد ما بين يدي دون الغوص في أعماق أعماقي، ودون الولوج إلى ما يختلج به قلبه وعقله ووجدانه ونهاه من أحاسيس جياشة وشعور مرهف وإنسانية سمحة عز نظيرها؟ لا، لن أكتفي ولن أسمح لنفسي بذلك. فبالإضافة إلى النقد والإطراء، سأعالج هذه الشخصية الفذة من جوانبها المتعددة متقيداً بالوقت الذي يداهمني إن شاء الله، فأتوقف عند بعض منها أوجزه بشخصية المؤلف وشخصية السائر والمحفز على الثورة والتقدم وشخصية الإنسان الحالم، وأتبعها كما سنرى بقمة العطاء الموعود والمبذول والمرغوب من آله الحب في آخر الكتاب في عملية التحول الكوني التي يجيدها على ما يبدو ويطبق قوانينها على غرار علماء الفيزياء الملتزمين بمعادلاتها العلمية. شخصية المؤلف في اللغة والأدب والشعر، لقد اعتمد شاعرنا في سائر قصائده وزنا شعريا واعيا، وكان مجليا في اختيار مفرداته وترتيب أبياته وتركيب كلماته وسلاسة بيانه، كالصائغ يرصف حبات الماس بدقة متناهية ويرصع بها الهيكل المعدني للحلية المعدنية التي بين يديه ليخرجها بديعة ولا أجمل ولا أنقى.
كيف لا وهو قمة في الأدب والصرف والنحو، يجلل الكلمات والتعابير ويسبحها في ريشة من أجنحتها كما يقول في ضياء. وأستدرك لأقول، هل هذه القصيدة من غرائب الصدق أم هي رؤيا أو نبوءة لما ينتظر شرقنا المسحوق بالمقارنة بين الأمس وبين اليوم؟ إذ يقول فيها وفي مسيلاتها صفحة 33، شرقنا المسحوق كالسقط غريب في دياره، ضيعوه ذبحوه بمداريش جناحه. شخصية السائر، أيها السائر الجريح الذي لا يعادله سائر آخر ولا يجاريه شارع في الألم، شاعر في الألم والفخار والعنفوان والكرامة، حيث يقول في شرار الزناد قصيدة صفحة 53، شرر الزناد بروحي النهمة يشب ويهدر، لن تطفئ الأجرم أمالي فدمي يفور ويكفر، من قال إن دم البطولة مرة يتخسر. ويردف قائلا، دربي أنا المجد النهوم فلا ألين وأكسر، وتأخذه رشوة الانتصار فيبالغ ويكابر قائلا، عليت هامي للسحاب أنا العلا أستعمل، ولكنك تعذره عندما تعرف السبب، إذ يقول، دنست قبر أبي وأمي لن أزل لغاضب يستأجر، وتظن لأول مرة لوهلة أنك أمام سائر يقاتل بالأسلحة التقليدية، ولكنه في الحقيقة هو مقاتل من نوع آخر يرفض الذل، إذ يقول في قصيدته أنا أقاتل صفحة 49، هم بالسيوف يقاتلون وباليراعي أنا أقاتل. فهو مقاتل جريح موجوع مؤمن يدعو إلى الأخوة ونبذ الأحقاد، أبي يبشر بالحب كبولس الرسول، إذ يقول لأرش حبي من سني الفكر ضوءا للمشاعر. وفي قصيدة أنت العصماء يحلق في توعية الأجيال قائلا، فيق الأجيال ردي للضمائر عفة البوح السنية للبشائر، ويشير إلى أن الحرية لا تمنح بل تؤخذ، فيقول صفحة 85، كيف تدري إن قدم القيد للمجد انتزاع. أما في قصيدة وجه فتقف مشدوها أمام توصيفه متفوقا على ما يبدو على البحتري في صورة انطاقية، إذ يقول لا توعي العز فيه، هل توعي المومياء؟ يعوز الأصنام أعصاب وروح ودماء. وهذا ما يذكرني بميكل أنجلو الذي هوى بمطرقته على ركبة تمثال موسى بعد أن أنجزه قائلا، تكلم أنت لا ينقصك إلا الكلام حتى تبلغ الكمال، إنما وللأسف الشديد يعوزك أعصاب وروح ودماء. أيها السائر على المظاهر وعلى التقاليد البالية في أمياء فاقدة الروح مفرغة الأحشاء، وأنت من دونت في بيتين من الشعر منتقدا التقية المتظاهرة بالتقوى ومفضلا الوثني عليه، استقول صفحة 95، وثني ولا تقي يمني ويباهي الإله بالصلوات، مدللا بذلك على عمق إيمانك وصفاء مسيحيتك التي تدعونا إلى التخلي عن المظاهر وتعلمنا، أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أيها السائل، لقد لفتني سأمك من تكرار الذات والاشتراب مستعيرا مما هو بين يديك وماثلا أمام ناظريك وفي مورائيات ضميرك، أجل استعرت الجماد في حجر الرحى صفحة 97، فأراك تتكلم دائما عن الهزيمة والعصار والاشترار وتشدد على وجوب الاختيار لينتفي عنك الهوان وتدعو
إلى الثورة لرفع الذل. شخصية الإنسان الحالم والمؤمن والوطني غريب، هذا الشاعر الذي لا يقر له قرار، فتراه ينتقل في قصائده كالطائر الغريد من فنن إلى آخر، واصفا وناقدا وسائرا ومحذرا وناصحا. فهو شخصية إنسانية مميزة وأديب كوني الثقافة، ينحتها من التاريخ السحيق ومن الحديث دائما نحو العلا، منددا ببعض الناس الذين يهنؤون في الغرس في القعر وتدعوهم إلى المسابرة والمغابرة، قائلا دائما إن الشعوب التي لا تحلم تموت. لقد أيقظت في قصائدك الطموح والشموخ، أبدا متطلعا إلى فوق، وغرست في نفوس المواطنين الإباء وبث المجد، وتكاد لا تخلو قصيدة واحدة من قصائدك على وفرتها وتعدد مواضيعها من الدعوة إلى البطولة والإيمان والحب. كم نحن بحاجة إلى أمثالك في هذه الظروف المأساوية التي يمر بها الوطن المعذب والمعذب في آن، إن حيث تقول: أنا فتحت ضمير العالم الهيمان زحفا للتراب، ورفعت الأرض لله على كف العذاب، علني أمحو ولو جرحا وجرحا من جراح الطائفية وجراح البشرية. أيها الشاعر، لم تترك بابا إلا ولجته، وموضوعا إلا طرقته، ترفض القديم البال وتطفي حكاياته القديمة، تستعين النبوءة والأنبياء لتقول في قصيدة أهازيج النبوءة صفحة 123: أنا أطفأت الحكايات القديمة فحدود الله والجرح وقمات بلادي وأماني. فأنت تغني بشعرك ومن جراحك إلى كل ما من شأنه أن يرفع إنسانيتك إلى أعلى المراتب في سلم الوجود، فهنيئا لك في الحلم المرتجى. وفي الختام أكتفي بذكر بعض مطالبك في آخر قصيدة من كتابك من جراحي صفحة 155: يا إله الحب، ولو عدل ولو سمح لي الوقت لكان لزاما علي أن أقرأ القصيدة بنصها الكامل، وأن أشاركك الابتهال كالناسك المتعبد قائلا: ربي وق الحب والحق ركوعا، ربي حولني أطيبا ورحمة. وهنا تجمع أنت بين الحب والحق قائلا: يا إله الحب والحق تكلم. وتتجلى إنسانيتك في عملية التحول، فإذا كان علم الفيزياء يقر ويعترف بأن لا شيء يخلق ولا شيء يزول ولكن الكل يتحول، فإن شاعرنا يناجي آله الحب قائلا: رب حولني ضمادات لجرح من جراح البشرية. هنيئا لك أيها الشاعر الإنساني الذي أسخنته الجراح فراح يرميها بدمها وآلامها المبرحة لوجه الإنسان، داعيا إلى التحدي والتسامي دوما نحو العلا كالقديس لوقا، ولا يستكين له قرار إلا كبولس الرسول في رحاب الحب الذي يصهر البغضة والحقد والأنانية ويحولها إلى بلسم نضمد فيه جرح الطائفية وجراح البشرية التي لا تندم. فمبروكة عليك الجائزة المستحقة، والشكر لنقابة الصحافة حاضنة الكلمة الحرة والأدب الرفيع، والشكر كل الشكر للمانح الأديب الكبير والشاعر الملهم جون سيلفي عشت معجل الناس. الانقسامات والفوضى التي تعصف بلبنان والمنطقة، نتطلع إلى رجال من أمثال جون سيلفي، رجل لا يعرف إلا العطاء، فكأن الشاعر قصده عندما قال: تعود بسط الكف حتى لو أنه فناها لقبض لم تطعه أنا منه. إليكم مانح الجائزة
الأستاذ جون سعد. يسعد المساء جميعا. عم تسمعوني؟ رح نحكي بلا سمعينك. لا بلا سمعينك. حديثنا الليلة سيكون حول موضوع مهم جدا، هو موضوع الفكر في العالم في الشرق والغرب على السواء، وكذلك ما هو ثمنه هنا وهناك. إذا عرض عليك أحدهم إن ألقيت كلمة ندفع لك 260 ألف دولار، فماذا تقول له؟ وإذا طرح عليك آخر إن حضرت نكافئك بعشرة آلاف دولار للدقيقة الواحدة، فماذا يكون ردك عليه؟ جاوب النعيم بعلبك. قد يتبادر إلى فهم البعض أن هذه الأرقام هي من بنت الخيال، ولكن إذا عرفت أن بيل كلينتون تقاضى 260 ألف دولار عن ساعة فريدة واحدة، وأن من يشترط 10,000 دولار للدقيقة الواحدة ليس إلا رئيس وزراء بريطانيا العظمى الأسبق توني بلير، فماذا يكون تعليقك؟ هذا تماما ما يحدث في الغرب، ومعناه أن للفكر قيمة وللوقت قيمة، وأن الحق إلى جانب سعيد عقل عندما يرفض الكتابة مجانا، أو عندما يتقاضى 15,000 دولار للقصيدة الواحدة. فمتى تهتم وزارة الثقافة برجال العلم؟ ومتى تكرم الجامعات الباحث الذي تطلب منه أن يعالج موضوعا ما بغير عبارات الشكر والامتنان؟ في الغرب قد يتمكن الباحث من أن يعتاش من نتاج قلمه، أما في الشرق فكل شيء بالمجان بما فيه الفكر والعقل، وأحيانا أكثر من الفكر والعقل. فهل هذا يعني أننا أقل مقدرة من سوانا؟ الجواب هو ما لم تعصف بنا رياح التغيير فتبدل نهجا بنهج وعقلية بعقلية ومنطقا بمنطق آخر، فسنبقى عاجزين عن مماشاة زماننا وكأننا معاقون عقليا. لقد سبقنا العالم في كل مضمار، وعلينا أن نقوم بخطى عملاقة تنقلنا إلى القرن 21، وإلا سنبقى من أهل الكهف نغط في
غيبوبة الذهول. وأخيرا ولمن يشكك بجدوى طموحاتنا، نجبه: اطلبوا تجدوا، اكرعوا يفتح لكم. إنه القانون الإلهي، الذي من خلاله تتحقق الأحلام، والذي لا يحول ولا يزول إلى انقضاء الدهر. وشكرا لكم. جاءنا برقية من السفير بهجة لحود مستشار فخامة رئيس الجمهورية. عزيزي الدكتور عصام، يا حداد الشعر أوزانا وقوافي وعصارات تلقيها في كور الواقعية الصادقة في زمن المواهب الزائفة والصفحات الزائلة، فتتوهج كالتبر المراق تيجانا منبهرة. كم يفرحني أيها الصديق أن أشهد مهرجانا لتكريمك ولو بعد الانتظار، فالكرم ما زال مثقلا بذهب العناقيد، وخمرة الشعر دائمة التحفز للوثوب إلى الأقداح البراقة ومنها إلى الرؤوس تسكرها بالكلمة الراقية على غنى والصورة المتأنقة على جمال والنغم الأخاذ على تطريق ودلال. لتحلو ساعة إذن كل الخطايا لبل لترتجى وليمزق الضباب صراخ الحقيقة، فتنجلي عتمة الجهل الرابدة فوق الوطن وتقدم الحنطة الطيبة خبزا كرسا للأحرار في منازل القريب. على هذه الأرض أيها الشاعر الصديق، بعد 50 من صياغة جواهر الشعر والأدب ونشرها كنوزا تزين المكتبات، لتخفق فوق الشاهق من غوابي عين كفاع بزهو وخيلاء، تهدي زائرها إلى إهراءات حنطة المختارين في دنيا العلم والثقافة والتراث. هنيئا لك التكريم أيها الشاعر الصديق، فلنا منك وفاء قد من الماس يتسلسل عبر الجد والوالد إلى الحفيدين، ولك منا كل التقدير والتحية والتشجيع والإكبار، وإلى مزيد من الهلال ومزيد من التكريم. السفير بهجة لحود. يختصر الدكتور عصام حداد بكلمة أبجدية، فكأنه مجموعة حروف إن لملمتها بمحبة انقشعت لك صورة شاعر وكاتب وفلاح كروي انطلق من عين كفاع ليدخل بيت كل لبناني في كل أنحاء لبنان. إليكم المكرم الدكتور عصام حداد. مهما تأنقت الكلمات فليس لها أن تفي بالشكر أو ترد على المحبة التي يغمر بها اللبنانيين شاب الشيوخ النقيب الأديب الأستاذ محمد البعلبك الذي شرع قلبه وبيته للكلمة، فإذا بنبراته المتهللة كسطحة الله أكبر ورنين القيثارة وبث القنين، وهو رمز لهذه الأمة بجميع شبابه الدائم وغناه الخلقي والفكري، مجد الكلمة ومجد لبنان. أن لهذه الكلمات أن ترقى إلى هذا الجبل المنيف الراتع في عز الكلمة
الساحر الباهر الكافر بكل التواء، رجل القيم موئل القيم موئل الخلق والصدق والكبر، مدرسة القضاء مدرسة العدالة مدرسة النزاهة، محامي الحق والضمير، رجل الكلمة النورانية، الدكتور منيب حمدان. أن لهذه الخواطر أن ترد على محبة ياسمينة بيبيوس العراقة والمجد، البسمة السنية على ثغر الفكر، الشعلة الدائمة أمام المرأة، معطرة المجالس بالخلق والنبل والبهاء، الدكتورة إلهام كلاب لبصار. أن لهذه الجوارح أن تعبر عن الحب وتفي باليسير من وطنية الأديب الإنسان، الحامل بيد مجسة للأجسام والقلوب وبيد مجسة للقلم، الماثل أبدا أمام العيون، الذي وحده رفض الطائف بجرأة وبطولة وأغلق وراءه على كل مصلحة ومنصب لأجل لبنان. لك حق الرد يا ابو هو اللي يقول هو انه ما رفض. الرجل الوطني الكبير الدكتور كياد دكاش. خلينا بالادب. أن لهذه المشاعر أن تفي ما تألقت به هذه البستانية من غزارة وفكر، متمنيا لهذه الدوحة العريقة أن تظل تخرج من ذخائرها الكثير من العطاء، الإعلامية الأديبة كارن بستاني. أن لهذه اللواعش أن تداني الحامل هم الكلمة، العامل مكان الدولة في تكريم المبدعين، الأديب الشاعر الأستاذ جانسين الذي كان صوته لي بمثابة غشاء نجاني من الرسوب، فكبرني بمنظاره المحب أمام لجنة الجائزة التي رأتني من خلال برقع الإغضاء على الكثير والسماح بالكثير، وقد اختارت بعملية استلحاق أحد مطاردي الكلمة قبل أن يداهمه المغيب وتلقى الخطب على النعش، ولكن يظهر أن الله أرجع استرداد وديعته إلى موعد آخر. لقد وضعتم لي خطة سير وبرنامج عمل، وأشعلتم في الحمية والهمة للأفضل والأحب، وزدتموني ثقة بنفسي، فأقضيتم على المثالب والعورات والعلل، وحفزتم هذا القلم المضمخ بزيتون ضيعتي وعناد السطور والصنديان. الله الله ما أفعل الكلمة المحبة، كيف توري مشاعر النشوة والاستجابة للمحاسن، فتلبس الإنسان ثوبا جديدا تصبه بميسم الإبداع والعزة والأمل. فإذا بكلمات المفكر الكبير الأستاذ جوزيف مهنا تحملني مسؤولية أكبر
ومقالات وقصائد قلم الإبداع والجمال الدكتور ميشيل دعدي تغمرني بالمحبة، والخاضب الكل بمحبته الأستاذ الأديب جورج طرابلسي منسق الصفحة الأدبية في جريدة الأنوار، والدكتور جورج لبكي في التلفزيون، والشاعر الأديب الأستاذ اسكندر دابر في الأسبوع العربي. وكم أفاخر بما خصني به الأديب الكبير الرئيس الدكتور غالب غانم من روائع وفكر ومحبة، والمبدع المحامي سليم باسيلة رجل الكلمة المميزة. شاكرا حضور سماحة العلامة رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان الشيخ حسن عواد، يوجه الفكر لرجل العمل الدائم. فرغم مش مشاغلكم يا سيدي الكبير بالمحبة والفكر والعطاء، أبيتم إلا أن تشاركوا سماحتكم هذا الاحتفال. أبقاكم الله موئلا للفكر والحق والعطاء. نشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وأصحاب المعالي والسعادة والسيادة. نشكر حضركم، نشكر ممثل غبطة أبينا السيد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عبد الكريم ميشيل عوف، حضرة ممثل قائد الجيش العقيد جهاد دكروب، وحضرة ممثل دولة العباد ميشيل عون المحامي رمزي دسلوك، وحضرة ممثل الدكتور صدير جعجع الأستاذ هارني باخوس. ونخص بالشكر قدس الأباطي سعد نمر ومعالي رجل الكلمة والإبداع الأستاذ إدمون رزق، والنقيب الدائم عصام كرم، والدكتور غالب غالب، والسفير غالب الترك. ونشكر جميع العلماء والشعراء. عفوا السفير فؤاد الترك بزل اللسان معلش. ونشكر الأدباء والشعراء والعسكريين والإداريين والإعلاميين. والشكر لسعادة السفير الأديب الأستاذ بهجة لحور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقترابية على برقيته المفعمة عاطفة وبلاغة. نشكر الجميع الحاضرين من إداريين وعسكريين وأدباء وأعلاميين، متمنياً أن يجيء يوم قريب، متمنياً أن يجيء يوم قريب تبني الدولة قصراً للسفاهة فيضم جميع المؤسسات السفاهية، فيتناهض الأديب من انكساره واندثاره وعثاره، إذ يتفرغ للإبداع ويعطى مع الأوسمة وبطاقات الشكر شيء له اسم آخر يسلي ويحلي ويطيب الأنفاس. عهدنا أن نظل نوزع خبز الكلمة ونوالي استشهادنا لفجر جديد وخلق إبداع جديد. من أكبري من دمي حبري ومن عرقي، من أكبري من دمي
حبري ومن عرقي غمست فيه يا راعب قد من حرقي من كل نسرة ضمع سبت أحرفه يحيا على كبدي يتات من مزقي ما لدت من وجع يوري العروق ولا تعبت من جرع تنهل من حدقي ما لدت من وجع يوري العروق ولا تعبت من جرع تنهل من حدقي حسبي من الحب أفلازا أعيش بها كالورد ينفح أنفاسا من العبق حسبي من الشعر أبيات أذوب بها تحسن بقية من روحي ومن رمقي إذا اليراع نبى عني تركت له ذوب الجوارح مسفوحا على الورق.